البدايه نرحب بقناه سامر على المبادره الكريمه هاي اللي ذكرون هم الوحيدين ان شاء الله. مو بحال شيء احنا ان شاء الله، بس اريد الناس اللي تجي تسال علينا تقول شلونكم بس. حالتنا كالاتي، احنا 18 عائله، 22 عائله بالضبط يعني. ال 22 عائله بينا 150 نفر. 150 نفر عايشين تحت قبه الجامع هذا اللي مثل ما تشوفون مكسر الجام مالته، بوب ما بيه، كتلنا البرد والمطار، و يعني حالتنا يرثى لها بالاخص بهالايام اللي البارده هاي. عتبنا على المسؤولين ان شاء الله، ما نريد نحكي غير كلام، عتبنا على المسؤولين اللي ما جوا تفقدونا وزارونا وقالوا ايش محتاجين، ايش رايدين، احنا ما نريد، الحمد لله عايشين مو بحال احد. من قائم مقام، رئيس مجلس بلدي سامرة ما حد ذكرنا، اعضاء مجلس محافظة صلاح الدين ما حد ذكرنا، محافظ صلاح الدين ما حد ذكرنا، يجونا يمتى وقت الانتخابات يجونا يعرفونها، كل العالم يعرفها، كل المجتمع يدري بها. نريد هسه اللي يجينا بهالازمه هاي ياكد على المواطن بهالازمه هاي، يجي عليه يقول له ايش محتاج حتى انا بالمستقبل اقدر اقف وياه وافزع له. حالتنا اللي دا تشوفونه يعني الواقع مالنا، عايشين بنص النايلون، هذا النايلون الزراعي. نايلون زراعي بس يصير الجو بارد يصير ثلج ما ينجرع خلاص. عندنا 75 80 طفل كلهم من 5 سنين 7 سنين وجوا. حالتهم يرثى لها امراض تفشت عندنا. منظمات ما حد يجي يزورنا، يجي يزورنا ايش محتاج ما محتاج يسجل يمشي. ولا يعني كشيء مقدم لك ماكو.